وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر مكاتب الأشغال العامة والطرق ومؤسسة الطرق والجسور بالنزول إلى مديرية حصوين للاطلاع على ما خلفته الأمطار الغزيرة الناتجة عن الحالة المدارية في مناطق المديرية وتقديم الخدمات اللازمة وفتح الطرقات وتهدد الأمطار منازل أهالي منطقة دكبريت بسبب السيول وإصلاح الطرق الترابية التي تربط مناطق دكبريت وقديفوت وحرضنوت بمركز المديرية والتي تضررت بسبب غزارة الأمطار.